السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، مرحبا بسيادتكم في شركة الناصر للكيماويات الوسيطة. كل عام وسيادتكم بخير بمناسبة قرب العام الميلادي الجديد 2023. أعاده الله عليكم سيادة الرئيس وعلى مصر وشعبها وجيشها بكل خير وسعادة. كل عام وتتوالى مسيرة التنمية في شتى ربوع مصرنا الغالية لتحقيق إنجاز تلو إنجاز، وبالإرادة والعزيمة نقوي دعائم اقتصادنا. السيد الرئيس، إن أبناءكم في شركة النصر للكيماويات الوسيطة يتقدمون لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ما أوليتموه سيادتكم من ثقة واهتمام بالشركة، والذي ظهر جلياً على مدار الأعوام الثمانية السابقة بوضع الشركة في مصاف كبريات الشركات في مجال الكيماويات الوسيطة والأسمدة والمبيدات والغازات الطبية. فمنذ تولي سيادتكم قيادة الدولة صدقتم سيادتكم على تطوير شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإنشاء العديد من المصانع الجديدة في أفراحها المختلفة التي حققت الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتمكنت من تصدير الفائض نستعرضها كالآتي. في عام 2015 تم افتتاح مصنع سماد أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب بمجمع إنتاج الكيماويات والأسمدة بالفيوم، كما تم افتتاح مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 4 بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش عام 2016. وقد شهد عام 2019 انطلاقة جديدة حيث تم افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة بالعين السخنة، وفي نفس العام وهنا بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش قمتم سيادتكم بافتتاح مصنع فوق أكسيد الهيدروجين والذي ينتج لأول مرة في جمهورية مصر العربية، ومصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 ليصبح إجمالي المصانع العاملة بالشركة 39 مصنعاً. وقد انعكست التوسعات السريعة للقاعدة الصناعية داخل الشركة على مؤشرات الإنتاج والتصدير، فقد تم تطوير مصانع الكلور المسال ليرتفع الإنتاج من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن في عام 2021 مقارنة بعام 2015. كما تم تطوير مصانع الأسمدة المنتجة بالشركة 2024 إن شاء الله يا فندم هيوصل ل 70 ألف طن. كما تم تطوير مصانع الأسمدة المنتجة بالشركة ليرتفع الإنتاج من 220 ألف طن إلى مليون طن عام 2021، أوصله لمليون و700 إن شاء الله. وزادت الكميات المنتجة من الغازات الطبية والصناعية من 16 ألف طن إلى 42 ألف طن عام 2021، بالإضافة إلى طرح 18 ألف طن من مادة فوق أكسيد الهيدروجين عام 2021 ولأول مرة في الأسواق المصرية من إنتاج الشركة، مما أدى إلى المساهمة في الاكتفاء الذاتي من بعض هذه المنتجات ومضاعفة كميات التصدير بنسبة تقدر بستة أضعاف ما كانت عليه عام 2015، وارتفاع عدد الدول التي يتم التصدير إليها من 40 إلى 55 دولة في جميع أنحاء العالم. وانطلاقا من خطة الدولة في تطوير الخدمة الطبية بجمهورية مصر العربية ودعم منظومة التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية ومواكبة مبادرات 100 مليون صحة وحياة كريمة، وبناء على توجيهات سيادتكم بزيادة حجم إنتاج الأكسجين الطبي بجمهورية مصر العربية وبدعم ومتابعة مستمرة وحسيسة من سيادتكم، تم تنفيذ جميع الإنشاءات المدنية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية لمصنعين جديدين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية في أقل من عامين. واليوم تشرف شركة النصر للكيماويات الوسيطة بافتتاح سيادتكم لمصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 4 و5 بطاقة 60 ألف طن سنوياً من الأكسجين ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة من الأكسجين إلى 100 ألف طن سنوياً. وبزيادة القدرة الإنتاجية ستصبح الشركة قادرة على إمداد 280 مستشفى مقارنة ب 135 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية حالياً. هذا بالإضافة إلى إمداد هيئة الإسعاف المصرية بكل من القاهرة والجيزة بحوالي 30 ألف أسطوانة أكسجين سنوياً. كما تقوم الشركة منذ عام 2019 وحتى الآن بتركيب خزانات الأكسجين وإنشاء الشبكات الطبية بالمستشفيات بإجمالي 155 خزان و50 شبكة غازات طبية وصناعية. ولمواكبة ما تقوم به الدولة حاليا من التوسع في المشروعات البترولية والصناعية،
تم زيادة الطاقة الإنتاجية من الغازات الصناعية المختلفة ليرتفع إنتاج غاز النيتروجين إلى 43 ألف طن وغاز الأرجون إلى 1000 طن سنويا. ولقد اشترك في أعمال التوريدات والإنشاءات وتصنيع المعدات المحلية والتركيبات نحو 20 شركة مدنية، من أهمها شركة ليندا الألمانية، والتي قامت بالتصميم وتوريد المعدات طبقا لأحدث التقنيات. وقد شاركت العديد من الشركات المصرية في أعمال التركيبات وتنفيذ الهياكل الخرسانية والمعدنية، وعلى رأسها شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت. وتمشيا مع سياسة الدولة في التحول إلى الأخضر، فقد كان السابق للشركة بإنشائها لمصنع فوق أكسيد الهيدروجين عام 2019 باستخدام غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور تلقائيا، مما أدى إلى خفض البصمة الكربونية لمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمقدار 83 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في العام. واليوم واستكمالا لإجراءات الشركة لمواكبة مراحل التحول للاقتصاد الأخضر، نشرف بافتتاحكم لمحطة إنتاج الطاقة الثلاثية بشراكة مع شركة قرة إنرجي بنظام البي أو تي وبتكنولوجيا أوروبية وبالتعاون مع شركة إنبي كاستشاري للمشروع. وتعد هذه المحطة مثالا لتطبيق أحدث نظم إدارة الطاقة الحديثة، حيث تقوم بإنتاج الكهرباء بطاقة 27 ميجا وات، بالإضافة إلى استخدام العائد الناتج من المحطة في إنتاج البخار بضغط متوسط بطاقة 16 طن في الساعة، مع إنتاج مياه للتبريد بطاقة 430 طن في الساعة، مما يحقق خفضا في استهلاك المحروقات بمعدل 25%، كما يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية للمجمع بمقدار 40 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في العام، ليصبح إجمالي تخفيض البصمة الكربونية للمجمع 123 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في العام بنسبة خفض تصل إلى 46%. واسمحوا لي سيادتكم أن أتوجه بالشكر للعاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وأدعوهم إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من منتجات استراتيجية هامة على مدار الساعة، وإنجاز مشروعاتنا الجديدة التي كلفنا بها بأعلى درجات الكفاءة والإتقان وفي أقصر وقت ممكن بإذن الله. عاشت مصر آمنة مطمئنة، وحفظها الله من كل سوء ومكروه. وباسم رجال شركة النصر الكيماويات الوسيطة أستاذن سيادتكم في تقديم هدية تذكارية كتاب الله ليكون خيرا حافظا لسيادتكم. اسمحوا لي بس اوجه لهم الشكر، وانا اسف يعني فضل. اسمحوا لي ان احنا يعني في نهايه العرض دوت ان انا اوجه الشكر لجهاز الخدمه الوطنيه والعاملين في الكيماويات الوسيطه، وبتمنى لهم التوفيق، وبقول لهم احنا محتاجين جهدكم واكتر من كده بكتير في ان احنا نطلع منتجاتنا اللي احنا محتاجينها في مصر ما امكن عن طريق التخصصات اللي موجوده واللي تقدر الشركه تعملها، زي ما تقال كده موضوع الأسمدة، زي ما تقال كده موضوع الكلور، لأن احنا بننمو في موضوع المحطات المعالجة، وأتصور أن الطلب على الكلور دايما بيتنامى زي ما الدكتور مصطفى يمكن كان بيقول. وأيضا فيما يخص المستشفيات اللي احنا محتاجين نمدها بالأكسجين، برضو في نمو، هيبقى نمو كبير جدا لما نستكمل الخطط أو الخطط اللي ماشية في موضوع التأمين الصحي. فاحنا محتاجين أن ده مش بس على قد اللي احنا بنفتتحه، لا، على قد ان هو النمو المحتمل نكون احنا مستعدين دايما نجابه. فانا بوجه لكم الشكر وبتمنى لكم التوفيق، وربنا يحفظكم وخلي بالكم قوي من الاجراءات الامنيه وخلي بالكم من نفسكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.